التعليم المسيحي للشبيبة كان مدار نقاشاً وبحثاً في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حيث تركز الحوار مع ضيوف البرنامج على أثر هذا التعليم المستمد من الكتاب المقدس وحكمة الآباء على حياة الشبيبة من مختلف الأعمار، حيث أكد المشاركون على ضرورة حصول جميع طلاب المدارس على حصص في التربية المسيحية، لا سيما المدارس الحكومية والمدارس الخاصة العلمانية، لما في ذلك من أثر على أخلاقيات الأسرة المسيحية ومستقبلها. وشارك في الحديث كل من الأب إبراهيم نفاع والأب أيهم زيدين والسيدين رائد البهو وطارق حجازي. فإلى هناك، لازم نعرف أنه كل تعليم الكنيسة هي تعمل على السمو والارتقاء بطبيعتنا البشرية وتجعلها أكثر متحدة بالطبيعة الإلهية. فمن هون بوجه أول نصيحة للشباب أنه نعرف أنه نظرتنا لازم تكون إيجابية نحو التزامنا بتعاليم الكنيسة وأنظمتها وقوانينها. جميل. النقطة الثانية أبونا ممكن نحكي فيها أنه في جيل اليوم بسعى دائما حول الحرية، ولكن بينسى أن الحرية مرتبطة بإيش؟ بالمسؤولية. والإنسان الحر هو القادر أن يفعل الخير، ولا يمكن أن نعيش اليوم كبابنا يعيشوا تعليم الحرية المطلقة خنقول أو المسؤولية الكاملة إذا ما كان ملتزم بالتعليم المسيحي وبالتعليم الكنيسي، لأن الإنسان الحر هو وحده فقط القادر أن يصنع الخير. يعني صار في لقاءات ونشاطات يعني متنوعة. نعم. يعني شملت جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والروحية. نعم. وغيرها يعني، ومن ضمن النشاطات هاي التعليم المسيحي، العمل في مجال التعليم المسيحي، يعني تم تزويد الشبيبة بمناهج تعليمية تخص كل فئة حسب الأعمار. جميل. هذه يعني التعليم يعني بدأ من قصة الخلق للصغار وصور توضيحية. وانتهت بشروحات للإيمان والعقائد المسيحية، هذا ما تكلم عنه السيد رائد البهو. نعم. قبل قليل. نعم مزبوط. يعني إلى جانب عمل البعث البابوي الكبير أيضا اهتموا بالتعليم المسيحي. طبعا إحنا مسؤوليتنا هي الأردن والعراق. نعم. وهذا المخيم أنشئ بعد 2003 بعد الحرب العراقية، كان نعم. الهدف إنه استقطاب أطفال أردنيين. نعم. وأطفال عراقيين. نعم. وينعمل مخيم مشترك معهم، كان الهدف بالأساس كل المؤسسات بتهتم كيف إنه تعطي أغذية وتعطي صحة، هذا بالإضافة للاهتمامات كان اهتمامنا إنه كيف نخليهم يندمجوا بالمجتمع الموجودين فيه. يعني أنت تخيلي طفل عراقي جاي للأردن ما له أصحاب بعيد عن أهله، فهذا المخيم كان هدفه الأول إنه يجمع هؤلاء الطلاب العراقيين مع إخوانهم الأردنيين ويعملوا صداقات، يعني يعيشوا بالحياة الطبيعية. وبنفس الوقت كان إنه في دور للتعليم المسيحي موجود فيه، لأنه بتعرف اللي بطلع من حرب أو أي صعوبة دائما سؤاله ليش يا ربي صار فيه. فإحنا هذه دعوات اللي بتصير بدنا نحاول نعملها عن طريق التعليم المسيحي، كيف ربنا بيجربنا وكيف ربنا بيساعدنا على نتغلب على هذه العوائق. وأيضا هذه المخيمات ساعدتنا رغم أنه ما كانش هدف من أهدافها أنه إذا في أي مشاكل نفسية، وأكيد راح تكون للأطفال خلال الحروب، أنه تنحل عن طريق مثلا رسمة، عن طريق الفن، لما يرسم نوديها لمحللين يعني وبيعرفوا مثلا فرضا مش حاطط صورة أبوه أو حاطط صورة أي شيء ثاني، فبتتحلل أنه عنده مشكلة إنسانية. نعم. هذا المخيم مشى يمكن أكثر من 20 سنة لهلأ، وكل سنة مستمر، اسمه مخيم البعثة البابوية، ونعمل نعم. بأكثر من مؤسسة لأكثر من جهة. مكان، ولا أسبوعين تقريبا، هو مخيمين أسبوع لكل مخيم. هذه السنة للأسف بسبب طبعا القيود الحكومية وعدم التجمع كان ما فيش مجال إنه نعمل هذا المخيم، بس هلأ عمالنا بنعمل أونلاين زي ما حكيتي، وهذا فتح باب جديد للعالم. يعني التعليم المسيحي طبعا إحنا بالنسبة إلنا مش بس تعليم مسيحي، وعندك مدارس الأحد، عندك نعم. مخيمات صيفية، وعندك مراكز الشبيبات وتجهيزها. يعني مركز نعم. الشبيبة هلأ بدك تجهزيه، بدك كاميرا، بدك أوفرهيد بروجيكتور، بدك سمارت بورد،
كل اللي هدول احنا مستعدين نجهز طبعا حسب الامكانيات، يعني اللي ما بنقدر نساعده هاي السنه ممكن نساعده السنه الجاي. نعم. بس اي شيء بهذا الامور زي ما حكيت لك هدف رئيسي للبعث البيضاويه وبندعم لاقصى حد ممكن. الشبيبه زي ما بتعرفوا هي حركه علمانيه، يعني بيقودوها شباب، اللي بياسسوا فيها شباب تحت مظله روحيه طبعا، بتفويض من الكنيسه، يعني بتفويض من الكاهن المرشد. نعم. تقام هذه الحركه وتقام الأنشطة. زي ما بتعرفوا كمان هاي الفرق الموجودة بالأردن برعاية لاتين، تشرف عليها الأمان العام للشبيبة المسيحية اللي متأسسة أكثر من تقريبا 33 سنة من نهاية الثمانينات، وهي بتتكون من أعضاء علمانيين عندهم خبرات روحية، خبرات في القيادة والإدارة، وأيضا معهم مرشد روحي بتابع هالمسيرة هاي. وكل سنة الأمان العامة بتطلق شعار روحي محدد، خلينا نحكي من الكتاب المقدس، وبتطلب من الفرق الموزعة في المملكة أنهم يسيروا مسيرة مشتركة أقل ما فيها. نعرف إحنا عنا بيئات مختلفة في الأردن، عنا أرياف، عنا قرى، عنا مدن متحضرة، عنا رعاية هيك متماسكة، رعاية خلينا نحكي كبيرة متنوعة قدر الإمكان بين كبير وبين صغير بالحجم الجغرافي والحجم السكاني. في عدة مصادر طبعا بيأخذوا منها مسؤولين الشبيبة المواضيع اللي بيعطوا فيها الاجتماعات. بيقوم المسؤولين في كل رعية طبعا بتحديد الاحتياجات الشبيبة، يعني الاحتياج الروحي النفسي الاجتماعي للأعضاء حسب الفئة العمرية، وبيقوموا بعرض هاي خلينا نحكي المواضيع ضمن خطة على الكاهن اللي هو المشرف المرشد الروحي والمشرف على الحركة، إما الكاهن أو الراهب أو الشماس حسب الرعية. المصادر الأساسية طبعاً للاجتماعات بتكون الكتاب المقدس وكتاب التعليم الكنيسة الكاثوليكية، وأيضاً اليوكات إذا سمعتوا عنه هو موجز أو ملخص التعليم الكنيسة الكاثوليكية. وأيضاً بيعتمدوا اليوم شبابنا وخاصة الشباب الصغار المسؤولين الصغار عندهم مهارات البحث والتحليل عالية جداً، فهم بيعتمدوا على المواقع الإلكترونية حتى يحصلوا على خلينا نحكي مواضيع معينة. هاي المواقع طبعا هي تتبع للكنائس الكاثوليكية والكنائس الرسولية طبعاً. نعم. وخلينا نحكي الجمعية الرهبانية اليسوعية وبيعتمدوا على كتبها بشكل كبير. نعم. والأمان العام بتوفر بشكل مستمر. نعم. الكتب والمصادر لمختلف الفئات العمرية.